الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ رحمه الله هذه المصطلحات الهامة في كتابه البشرى في تيسير القراءات العشر الكبرى. قال: أولا، ذكرت الكلمة القرآنية على رواية حفص، ثم بيان قراءتها لباقي القراء، ومن لم يذكر في البيان من القراء فهو موافق لحفص. ثانيا، يقول: كتبت هاء التأنيث والهمزة في بعض الكلمات بحسب رسم المصحف، وأما باقي الكلمات فبحسب كتابتها الإملائية بالنسبة لقراءة حفص. ثالثا، يقول: أصول القراء في قراءتهم في الكلمات تذكر أحيانا من باب التنبيه والتذكير، ويترك التذكير بها أكثر. رابعا، يقول: أحيانا لا يستقصي البيان جميع القراءات الواردة في الكلمة إذا كانت من باب أصول القراء، واستخدم الكتاب بعض الرموز الدالة على القراء وهي موضحة في الجدول التالي تحفظ، ولذلك أحببت أن أكرر كل رمز 3 مرات حتى يحفظ إن شاء الله جل وعلا. الرمز يقصد بنافع رحمه الله، أي نافع براويه قالون وورش بطريقيه الأزرق والأصبهان. عندما يقول نافع يقصد نافع براويه قالون وورش بطريقيه الأزرق والأصبهان. عندما يقول نافع يقصد نافع براويه قالون وورش بطريقيه الأزرق والأصبهان. عندما يقول رحمه الله المدنيان يقصد نافع وأبو جعفر. المدنيان يقصد نافع وأبو جعفر. المدنيان يقصد نافع وأبو جعفر. الحرميان يقصد نافع وابن كثير. الحرميان يقصد نافع وابن كثير. الحرميان يقصد نافع وابن كثير. الحرميون يقصد نافع وأبو جعفر وابن كثير. الحرميون يقصد نافع وأبو جعفر وابن كثير. الحرميون قصد نافع وأبو جعفر وابن كثير. ورش قصد الأزرق والأصبهاني. ورش قصد الأزرق والأصبهاني. ورش قصد الأزرق والأصبهاني. البصري قصد أبو عمرو. البصري قصد أبو عمرو. البصري قصد أبو عمرو. البصريان يقصد أبو عمرو ويعقوب. البصريان يقصد أبو عمرو ويعقوب. البصريان يقصد أبو عمرو ويعقوب. الصاحبان يقصد ابن كثير وأبو عمرو. الصاحبان يقصد ابن كثير وأبو عمرو. الصاحبان يقصد ابن كثير وأبو عمرو. حق يقصد المكي والبصريان. حق يقصد المكي والبصريان. حق يقصد المكي والبصريان. الأبوان يقصد أبو جعفر وأبو عمرو. الأبوان يقصد أبو جعفر وأبو عمرو. الأبوان يقصد أبو جعفر وأبو عمرو. الابنان يقصد ابن كثير وابن عامر. الابنان يقصد ابن كثير وابن عامر. الابنان يقصد ابن كثير وابن عامر. النحويان يقصد ابو عمرو والكسائي. النحويان يقصد ابو عمرو والكسائي. النحويان يقصد ابو عمرو والكسائي. الكوفيون يقصد حمزة وعاصم والكسائي وخلف العشر. الكوفيون يقصد حمزة وعاصم والكسائي والعاشر. الكوفيون يقصد حمزة وعاصم والكسائي وخلف العاشر. الشيخان يقصد حمزة والكسائي. الشيخان يقصد حمزة والكسائي. الشيخان يقصد حمزة والكسائي. الأخوان حمزة والعاشر. الأخوان حمزة والعاشر. الأخوان حمزة والعاشر. الأربعة هم ابن ذكوان وحفص وإدريس وحمزة. الأربعة لهم ابن ذكوان وحفص وإدريس وحمزة. الأربعة لهم ابن ذكوان وحفص وإدريس وحمزة. الثلاثة شفا حمزة والكسائي وعاشر. الثلاثة أو شفا حمزة والكسائي والعاشر. الثلاثة أو شفا حمزة والكسائي والعاشر. سما الحرميون والبصريان. سما الحرميون والبصريان. سما الحرميون والبصريان. لهما يقصد بكلمة لهما أبو عمرو والأزرق. لهما أي أبو عمرو والأزرق. لهما أي أبو عمرو والأزرق. هذا، والحمد لله رب العالمين.